الرب يغلق ولا أحد يفتح، ويفتح ولا أحد يغلق. عزيزي المشاهد، لو ليك علاقة حقيقية بالرب يسوع المسيح، آمن معايا إن الرب يغلق كل أبواب مش منه، يغلق كل أبواب من إبليس، يغلق كل أبواب الأذى، كل أبواب فيها خداع، كل أبواب فيها استنزاف، كل أبواب فيها إضاعة للوقت والمجهود ومش منه، من إبليس. الرب يغلق هذه الأبواب ولا أحد يقدر أن يفتحها. وآمن معايا إن الرب يفتح أبواب ولا أحد يستطيع أن يغلقها. ما دمت في علاقة حية مع الرب، آمن إن الرب هو اللي بيفتح الأبواب، وإن الأبواب اللي بيفتحها لك الرب محدش يقدر يقفلها. وهو بيقول كده: قد جعلت أمامك بابا مفتوحا لا يستطيع أحد أن يغلقه. لو أنت بتخدم الرب، آمن إن الرب يفتح أمامك باب للثمر الكثير 100 ضعف ولا يستطيع أحد أن يغلقه. قل كده: باسم الرب يسوع سأرى في خدمتي للرب أبواب تفتح لثمر كثير ولا يستطيع إبليس ولا يستطيع أحد أن يغلقها. عزيزي المشاهد، أحب أن أقرأ لك آية من رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس. من رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الأول، أقرأ لك عزيزي المشاهد هذه الآية. بولس بيقول إيه في هذه الآية؟ بيقول: أشكر المسيح يسوع ربنا. أنا بشكر ربي يسوع المسيح. ليه يا بولس بتشكر الرب يسوع المسيح؟ بيقول: لأنه قواني، الذي قواني. الرب دايما عايز يقويك. تعال للرب وهتبقى شخص قوي، مش هتبقى شخص ضعيف، تبقى أقوى من الخطية وأقوى من الهم وأقوى من الخوف وأقوى من الفشل وأقوى من المشاكل. بولس بيقول كده: أشكر المسيح يسوع ربنا الذي قواني. وبعدين بيقول إيه في آية 13؟ أنا الذي كنت قبلا مجدفا، أنا كنت بجدف، ومضطهدا، أنا كنت بضطهد. كان بيضطهد مين؟ كان بيضطهد المؤمنين، حتى النساء كان بيضطهدهم. النساء يعني مش كان مثلا عنده رحمة ناحية النساء لأنهم أضعف في الجسم من الرجال، لا، كان مضطهد، بيضطهد المسيحيين. يقول لك: أنا كنت مجدف وكنت مضطهد وكنت كمان إيه؟ مفتري ومفتريا، ولكنني رحمت. عزيزي المشاهد، مهما كان الماضي بتاعك، لو الماضي بتاعك فيه تجديف، لو الماضي بتاعك فيه افتراء، لو الماضي بتاعك فيه اضطهاد للناس أبرياء، مهما كان الماضي، مهما كان الأذى اللي عملته للناس، بولس عمل أذى كثير والناس أبرياء، ومن أجل أذاهم، من أجل أنهم بيعبدوا الرب، ومع هذا شوف الرب قواه وجعل منه رسولا عظيما. عزيزي المشاهد، لا تسمح للماضي أن ييأسك، يخليك يائس. لا تسمح لما صدر منك في الماضي أن يحبطك. تعال للرب وقول له: يا رب أنا شايف بولس عمل إيه في الماضي، لكن اتغير وبقي شخصية مختلفة تماما، واللي كان بيطرد الكنيسة بقي بيبني في الكنيسة، وقال عن نفسه: أنا بناء حكيم. اللي كان بيطرد بيبني وبيبني بحكمة. اللي كان بياخد مؤمنين من كلا الجنسين رجال ونساء إلى السجون، هو اللي استخدمه الرب لإخراج الناس من سجون الخطية ومن سجون من السجون الشيطانية. الرب بيعمل عظيم، لا يعصر عليه أمر. الرب بيعمل أمور عظيمة، الرب بيعمل عظائم
لا يعثر عليه أمر، لا يعثر عليه أمر. قل له أنت تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. عزيزي المشاهد، مرة أخرى أقول لك، لا تسمح لما حدث في الماضي أن يسقطك في دائرة اليأس والفشل، لأن اللي غير بولس من واحد بيطهد وواحد بيفتري وواحد بيجدف، إلى اللي غير بولس من شخص سيء إلى كارز للمسيح إلى رسول عظيم قادر أن يغيرك أنت أيضا. كمل مع بعض التأمل في قصة، القصة الحقيقة متنوعة متنوعة في دروسها، قصة مريم ومرثا الأختين اللي كان أخوهم لعازر. حادثة اللي هنتأمل فيها ذكرت في ثلاثة من الأناجيل الأربعة، اتكتبت في متى 26، في مرقس 14، وفي يوحنا 12. ايه القصة؟ يقول الكتاب: فيما كان يسوع في بيت عنيا، في بيت واحد اسمه سمعان الأبرص. سمعان الأبرص ده، تقول لي طب وازاي يقعدوا مع واحد أبرص؟ اقول لك لا، ده اكيد خد شفاء، لان كان ممنوع الجلوس مع الناس المصابين بمرض البرص او الاقتراب اليهم، حاجة ممنوعة، لانه مرض معدي جدا جدا، ده اللي هو مرض الجذام حاليا، مرض معدي جدا جدا جدا. والرب منع اللي يجيله المرض ده يقعد في مكان بعيد بره المدينه. فلكن ازاي بقى كان يسوع في بيت عنيا؟ بيت عنيا دي البلد اللي عايشه فيها مريم ومرثا، في بيت سمعان الابرص. يبقى ده واحد من اللي شفاهم الرب من البرص، ما الرب شفى ناس عندهم هذا المرض، كثيرين كان عندهم مرض البرص والرب شفاهم، وخلاص ما دام شفوا من مرض البرص ما حدش يتعد منهم، يبقوا موجودين. الرب اعاد ليهم الحياه الاجتماعيه اللي فقدوها. عزيزي المشاهد، اذا كان بسبب اخطائك، بسبب الخطيه، فقدت الابعاد الاجتماعيه، الناس بتهرب منك، الناس بتقعدش معاك، الناس ما بتسالش عليك، تعال للرب والرب يشفيك من البرص ده. تعال إلى الرب والرب يعيد ليك العلاقات الاجتماعية الجيدة. في إنجيل يوحنا أصحاح 12، أنا قلت دي في متى 26 وفي مرقس 14 وفي يوحنا 12، بيقول الكتاب إن مين كانوا قاعدين صنعوا له عشاء، كان يعني عايزين يطعموا الرب. حلو إن حياتي تبقى لإشباع قلب الرب، يعني دايما الرب بيوكل الناس زي في قصة إشباع الخمس تلاف، هنا هما بيطعموا الرب. ده إنجاز التعبير، يعني الرب من اتضاعه بيفرح بينا إحنا، إنجاز التعبير بعبادتنا وبخدمتنا ليه بسلوكنا طائعين لوصاياه بنشبع قلبه، انجاز التعبير، لان المحبه كده، المحبه ان هو عايزنا واحنا عايزينه. فهنا عملوا عشاء للرب، يا رب انا عايز حياتي تبقى مشبعه ليك، صلي هذه الصلاه رجاء. صنعوا له هناك عشاء. مرثا كانت بتخدم، يعني ايه؟ يعني بتخدم على الناس اللي في العشاء، بتروح المطبخ بتعمل اكل وتيجي. بس اتغيرت مرثا، ما بتخدمش باضطراب زي ما شفنا في حلقات سابقه وفي المره اللي مكتوبه في انجيل لوقا اصحاح 10، مش بتخدم بقى باضطراب، لا لا لا، اتعلمت بقى انها تهدى وانها تبقى مستريحه من جوه وهي بتخدم، مش بتخدم وبتدين الآخرين زي ما عملت قبل كده وأدانت مريم، لا، الرب شفاها من الاضطراب وشفاها من خدمة الهم وخلاها تشتغل براحة باسم الرب يسوع. انت كمان لو انت في شغلك عندك هم، عندك اضطراب، او انت في بيتك وانت بتعملي مثلا في عزومة وانت بتعملي الطعام مضطربة، لا، الرب يشفيك من الاضطراب. اي حاجة نعملها لازم نعملها واحنا مرتاحين. فمرثا تغيرت،
الكتاب بيقول عنها في انجيل يوحنا انها كانت مرثا تخدم، بس ما قالش بقى انها اضطربت، وما قالش انها لامت اختها، وما قالتش انها قطعت الرب في الحديث بتاعه عشان الاضطراب اللي جواها. لا، ليه؟ لانها استراحت في قعدتها مع الرب. عزيزي المشاهد، لا امل ان اقول هذه العباره، ان اردت ان تخدم الرب لا تخدم قبل ان يعطيك الرب راحه، قبل ان تتمتع بالرب في علاقه شخصيه بعدين اخدمه. وده اللي بيميز مريم. يعني مريم ناس يقولوا دي بتتحدث عن الامرأة المتأملة، بينما مرثا بتتحدث عن الامرأة العاملة الخادمة. غلط. مريم فيها الاثنين، فيها التأمل وفيها الخدمة وفيها العطاء وفيها الأعمال. والعمل اللي عملته في القصة اللي أنا أقولها دي يساوي اللي عملته أختها مرثا يمكن 100 مرة. يعني عملت عمل عظيم جدا. يبقى هي إذن بتاعت أعمال، لكن ليه عملت أحسن من أختها؟ ليه؟ وليه مع أنها صغيرة بيت أسبق من أختها؟ لأن عملها أتى بعد ما شبعت بالرب وتأملت الرب وسمعت وصايا الرب وفهمت الرب، عشان كده اللي عملته كان شيء عظيم جدا. ما أنا ممكن بقى أخدم الرب في مدارس الأحد، وأخدم الرب هنا، وأخدم الرب هنا، وأخدم الرب هنا، وكل ده يبقى في نظر الرب أقل من واحد تاني يعمل خدمة واحدة. لكن عملها بقى بعد ما صلى وبعد ما استشار الرب وبعد ما خد قيادة من الرب، فاللي عمله يجيب نتائج عظيمة جدا أكتر من 100 خدمة تانية. دي مريم. يبقى مريم تتحدث عن الامرأة الخادمة، نعم، بس الخادمة بتفوق غير عادي عن الناس الآخرين. يعني عارف اقدر اقول على مريم ايه اللي مكتوب في نهاية سفر الامثال في الاصحاح الاخير في سفر الامثال؟ وانا بقول كده ليه؟ لان في ناس كتير بتحب الرب وتخدم 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 وتخدم، لكن ما بتعملش الحاجة العظيمة. ليه؟ لانها مش بتستشير الرب. ليه؟ لانها مش بتقعد مع الرب. ليه؟ لانها مهتمية في الخدمة في الكنيسة، لكن مش مهتمية بالخلوة الشخصية مع الرب. تعمل حاجات ويمكن بتسهر وتساعد مرضى ويمكن بتضحي، لكن لأنها ما بتقعدش كويس مع الرب. الخدمات بتاعتها حلوة، لكن لا توازي خدمات أخرى بيقوم بها ناس بقى بيستشيروا الرب وبيقعدوا مع الكتاب المقدس وقت كافي وعندهم خلوة يومية مع الرب. أقدر أقول عن مريم أخت العازر الكلمات المكتوبة في أمثال 31: بنات كثيرات عملنا فضلا، أما أنت، يعني ناس كتير عملت حاجات، أما أنت ففقت عليهن جميعا. يعني اللي عملته مريم فتفوقت به على كل الناس، ولا سيما على اللي عملته، على اللي كانت بتعمله اختها مرثا. اوعى تقول لي انا عايز ابقى مرثا، لا، انا عايز ابقى مريم. فيا الاثنين، مريم فيها الخدمه وفيها القعده مع الرب، وده اللي بتوضحه القصه دي. في القصه دي كان موجود طبعا صاحب البيت اللي هو سمعان، ده اللي شفي من المرض الخطير، وكان موجود مرثا، وكان موجود لعازر اللي قام من الأموات. ومريم عملت حاجة عظيمة، في عمل عظيم هنتأمل فيه، ومرثا كانت بتخدم. طب والعازر عمل ايه؟ العازر ما عملش حاجة. ليه ما عملش؟ لأن وجوده كان كفاية، وجوده انه واحد كان ميت وحي كفاية. في ناس كده، في ناس بتدي شهادة بحياتها. مش معنى كده انا بقول لك ما تخدمش، لكن عايز اقول ان الخدمه بالشهاده خدمه عظيمه جدا جدا. ده الناس شافوه جنب يسوع، يعني قعدته جنب الرب. اما العازر فكان احد المتكئين معه، وكان قام من الاموات بمعجزه عظيمه تأملنا فيها بعد 4 ايام ميت. وجوده بس في القعده دي شهاده عظيمه جدا، شهاده للرب. يا رب عايزك تصلي معايا، يا رب عايز حياتي تشهد ليك انك انت عملت في حياتي حاجه. الناس
الناس ادركوا ان ده كان في القبر، ده كانت ريحته كريهة، ده جسده كان بينحل، ده خلاص بيتحول الى تراب والدود جاي عليه، ومع كده ده قاعد مع الرب. دي الشهادة. يعني شهادة لعازر شهادة عظيمة جدا جدا، وفي شهادة عظيمة من الناس اللي بيروحوا الكنيسة وبيخدموا، والناس عارفة الماضي بتاعهم قد ايه كان مليان زنا ونجاسة وشر وسكر وقمار. في شهادة عظيمة جدا، كل ما الناس تروح الكنيسة ده اللي كان بيعمل كذا وكذا وكذا، ما موجود هنا فبيسبح. دي اعظم شهادة. العازر اذا قدم شهادة باللي عمله الرب معاه. ايه بقى اللي عملته مريم وتفوقت بيه عن كل الناس؟ ومش انا بس، مش انا اللي بقول كده انها تفوقت، ده الرب قال كده. يعني الرب قال كده، وارى لك الرب قاله في مثلا انجيل متى على اللي عملته مريم. يعني الحق أقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا له. يعني في أي حتة تبقى فيه كرازة بالكتاب المقدس يتقال اللي عملته مريم. إيه ده يعني معناها أنها تفوقت عن الجميع. وإن كان إنجيل متى ما ذكرش اسمها، وبرضو الآية دي تلاقيها في إنجيل مرقس. أنا قلت لك القصة مكتوبة في ثلاث أناجيل، متى ومرقس ويوحنا. الحق أقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم، الإنجيل اللي هو في الخلاص، إعلان الخلاص بالإيمان بالرب يسوع اللي مات وقام من الأموات، حيثما يكرز في أي حتة، يعني في أي مكان وفي أي تاريخ، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم. الرب شايف، الرب كان في بيت عنيا قرية صغيرة، كان بيقول إن الإنجيل الكرازة بيها تبقى في كل العالم، يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. نفس العبارة، لكن تقولي طب دي مين؟ أقول لك متى ما قالش مين، مرقس ما قالش مين، يوحنا قال اسمها إنها مريم أخت العازر. فالأناجيل بتكمل بعض، واللي عملته مريم مش التأمل، ما عملته يعني ده عمل. الكتاب قال إنه هيبقى معروف في كل العالم تذكار ليها. يعني الكلمة دي ما تقالتش عن أي واحدة تاني، ولا ما تقالتش حتى هذه العبارة ما تقالتش عن أم الرب. يعني الرب يسوع ما قالش العبارة دي غير عن مريم. درس عظيم جدا. لو أنا بقعد مع الرب، لو أنا بقعد عند رجلين الرب زي ما هي قعدت، لو أنا بدي وقت أساسا لقعادي مع الرب، هعمل للرب حاجات عظيمة جدا بحسب مشيئته، وليها قيمة عظيمة جدا جدا. عزيزي المشاهد، قول كده، أنا أعمالي هتبقى زي أعمال مريم، ليها قيمة عظيمة لأني أعملها بقيادة من الرب، لأني بقعد مع الرب، مش أعملها باندفاع، هعملها في التوقيت الصح في المكان الصح. ما انت ممكن تخدم في قرية معينة وتبقى بره مشيئة الرب، والرب عايزك في حتة تاني، لكن انت مندفع. فمرثا كانت مندفعة في خدمة الرب، وحصل لها اضطراب، وحصل لها عدم راحة واخطاء، انما مريم لانها قعدت عند رجلين الرب، فهمت الرب، عرفت مشيئته، حققت مشيئته، عملت عمل عظيم جدا جدا لا مثيل له. نمشي في القصة شوية، أصحاح ممكن أتأملها من إنجيل متى 26 أو من إنجيل مرقس أصحاح 14. نقول في إنجيل مرقس بيقول إيه الكتاب؟ جاءت امرأة معها قارورة طيب، يعني فيها عطر نردين خالص، يعني الحقيقي، يعني نردين الحقيقي، وده العطر ده بيتعمل من شجر في الهند، وخالص بقى مش مزيف، كثير الثمن. الناس قدروا العطر ده او الطيب ده
الطيب ده قدروه بكام؟ بيقول لك باكثر من من 300 دينار. يعني قدروه ان ثمنه ده اكتر من 300 دينار، يعني يساوي اجر واحد بيشتغل لمده سنه، ومبلغ كبير جدا. يعني الشغل بتاع سنه خدته هي ما يوازي شغل سنه الواحد بقى مجتهد وشغلته كويسه، خدت الاجر ده او ما يوازي الاجر ده، وجابت بيه ايه؟ جابت بيه قاروره فيها نردين كثير الثمن. عملت ايه بقى مريم؟ كسرت القاروره، كسرتها. وطبعا الكسر فيه تاملات كثيره في الكسر، لان الرب يسوع بعديها يمكن بكذا يوم قليلين في العلية كسر الخبز، وقال وكان بيكسر الخبز ده إشارة إلى جسده اللي المكسور على اللي هيتكسر على الصليب. فهي ماشية في خطة الكسر مش مجرد تضحية. ويقول دي إشارة سريعة، كسرت القارورة وبعدين سكبت الطيب ده على إيه؟ على راس الرب. يعني كسرت القارورة عشان تفضى كلها، ده معناه ان انا يا رب هدي لك كل حاجة عندي، مش هحتفظ بشيء. يعني كسر القارورة مش عايزة تخلي ولا نقطة، لن تكون نقطة من الطيب الغالي ثمن ده ليا، ده ليك كله. هي اصلا كانت بتحب الرب جدا جدا جدا، وده اللي خلى اللي عملته عظيم جدا جدا. الحب، كانت بتحب الرب اكتر من اي حد تاني. ما عملتش ده مع لعازر اخوها، ما عملتش ده مع ابوها او امها او اي حد، عملت ده مع الرب. عزيزي المشاهد، قول للرب انت ليك كل حاجة، مش هحتفظ بنقطة واحدة ليا. ده معنى الكسر، كسرت القارورة، وده معنى ان الرب عمل كده على الصليب، انه عطى حياته لينا كلها، مات من اجلنا الحياه كلها، مش 80%، الحياه كلها، لانه مات عطى الحياه كلها لينا من اجلنا، وقام من الاموات عشان ناخد الخلاص. هي عملت كده للرب، ما احتفظتش بنقطه واحده، كسرت القاروره وسكبت الطيب اللي فيها على راس الرب. قل له يا رب ليكن لك كل حياتي. عزيزي المشاهد، الى اللقاء في الحلقه القادمه، الرب معك.